مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، ها هي الانطلاقة لشوطنا. إذن المنطلق والشوط هنا، هذه الانطلاقة خامس أشواطنا وآخر أشواط الإبكار الذي نتابع الانطلاق، نتابع التحدي والإثارة هنا، انطلاقتها وتحديات هذا الشوط. مسيرة إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى الشاهينية لأحمد بن عبد الله بن رفيعة، من تنطلق على الصدارة وعلى المركز الأول في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني، المركز الثاني الشاهينية لسعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوة، من تأتي على المركز الثاني وعلى المركز الثالث، المركز الثالث والمنطلقة شواهين ناصر بن سالم بن محمد الدرعي، من يأتينا على المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع هناك الشاهينية عبد الله بن مطر بن محمد بن رفيعة الفلاسي على المركز هنا. إذن الرابع بهذه الانطلاق والتقدم الجميل، المركز الخامس والقادمة هنا بهذه الانطلاقة والتحدي، تأتينا الشاهينية هنا بهذا الانطلاق لسعيد بن حليس بن سالم الهاشمي، من يقدم الشاهينية على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى، انطلاقات وتحديات هذا الصباح الجميل. هنا نتابع ونعود إلى الصدارة وإلى الانطلاق وإلى التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الله الله، انطلقت الشاهينية، سعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوة من قدمها مع 1500 متر ما تبقى على نهاية هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني الشاهينية أحمد بن عبد الله بن رفيعة الفلاسي، والقادمة هنا القادمة شواهين الضيف، القادمة بهذا الانطلاق والتحدي الجميل ناصر بن سالم بن محمد الدرعي، من يقدمها بانطلاقتها وتحدياتها، ضيف قادمة من مصانع الجنوب للمشاركة على أرضية هذا الميدان. المركز الرابع، وصلت الشاهينية الأخرى مع بن حلوة، بيعزز الصدارة هنا سعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوة، من يقدمها بن غرير، ماذا يقدم؟ يقدم حصانة مع الكيلومتر الأخير، سيف بن عبد الله بن غرير لكتبي قدمها على المركز الخامس وتتسلل إلى المركز الرابع. هذه هي النتيجة مشاهدينا الكرام، ولكن الصدارة، الصدارة والمقدمة والمركز الأول والثاني، المركزين الأول والثاني، ما شاء الله تكتيكا مميزا، مع أيضا سعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوة من قدمها على الصدارة. تأخرت الشاهينية ودفع بشاهينية أخرى مع 600 متر الأخيرة، حصانة قادمة، حصانة قادمة هنا لسيف بن عبد الله بن غرير لقتبي قدمها على المركز الثاني بانطلاقها وتحدياتها باحثة عن الفوز وعن الناموس. الله الله، التحديات الأخيرة، التحديات الأخيرة يا الرزي في هذا الانطلاق والأداء الجميل. الله الله، الشاهينية وحصانة، حصانة والشاهينية. الله الله، التحدي الأخير، لمن الفوز؟ لمن الناموس؟ انطلقت حصانة، انطلقت حصانة بتحدي، انطلقت بالإثارة وبناموس هذا الشوط. ما شاء الله، سلام لأهل الزيت، سلام على هذا الأداء المميز الجميل، تهانينا السيف بن عبد الله بن غرير لكتبي على فوز الشاهينية بالمركز الأول ولحظة وصولها إلى خط النهاية. المركز الثاني الشاهينية هنا لسعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوة، وأتتنا هنا شواهي ناصر بن سالم بن محمد الدرعي، والوصول من الشاهينية حمد بن سالم بن بخيت بن سهيل لكتبي على المركز الرابع. مشاهدينا الكرام، وأربع دقائق 37 ثانية هو التوقيت الزمني الذي سجل مع هذا الشوط.